عبق التاريخ وحضارة القرن السابع عشر تتجلى في مصر القديمة، حيث يحتفل المصريون بقدوم شهر رمضان المعظم في سهرات رمضانية تسودها البساطة والبهجة والسرور. مكان قديم من القرن السبعتاشر، فليه جو تاني، انطباع جميل، عشان حوالينا بيت العود وبيت الشعر معمل مطعم جازي وأستاذ نصير شمة والطرب القديم والأماكن القديمة كمان من القرن السبعتاشر، دي لها طعم تاني مكان وروح مكان. وطبيعة الحسين والأزهر والحاجات في رمضان أو المناطق الشعبية ليها طبع غير الأماكن الجديدة. كل سنة وأنتم طيبين، ومصر يعني روح، يعني فيها روح رمضان، يعني حاجة حلوة جدا والله، يعني بتحس إنه رمضان جاء قبل بأسبوع قبل بأسبوعين. هو في تونس كده يعني، بس التقاليد بتختلف. هنا بيكون رمضان ليه طعم تاني خالص، الطعم الأصيل الديب المصري. بيكون مش بس الجو، الأكل طعمه حلو، الحفلات، الناس قد كده فريندلي، فده أكيد بيخلينا نحس برمضان بشكل تاني مع مصر الحلوة. مرة ما تحسش برمضان خالص أو في أي مكان تاني يعني عامة، وخصوصا في أماكن معينة في مصر لها طابع خاص كده برمضان، زي الحسين، المكان اللي احنا فيه، زينب خاتون، الأماكن دي بتحس فيها برمضان جدا يعني، وأنا متعود أجي هنا على طول. شوارع المحروسة تشهد الاحتفال بالشهر الفضيل من خلال التجمعات العائلية في سهرات رمضانية حتى تناول وجبة السحور في جو أسري جميل. رمضان هنا البهجة والسرور، وهي الشعب الأصيل كله هنا، الحياة جميلة، كل الحياة الحلوة هنا في الحسين وشارع المعز. أنا بابايا جابني هنا أول مرة عشان بحس بفايبس رمضان هنا حلوة قوي، الزينة حلوة والدنيا لذيذة، وبجد مصر فعلا بتهتم بالحاجة دي، وشايفة ان الدنيا لذيذة قوي. كل سنة وانتم طيبين. أول ما بيدخل علي رمضان بيقل خلاص، الروحانيات كلها بتاعت رمضان بتحس انت بيها من أجواها. هنا في فايبس رمضان أكتر، والناس اللي هنا كويسة قوي ولذيذة ودمها خفيف، وهنا الأغاني حلوة أكتر. أنا جايين السحر هنا مع أسرتي والفرحة، وكل سنة وانتم طيبين. وتتميز مصر القديمة وتحديدا حي الحسين بالروحانيات وإقامة الشعائر الرمضانية التي يشارك بها الكبير والصغير وجميع أفراد العائلة. رمضان كريم. مع بداية شهر رمضان المعظم يحتفل المصريون بقدوم الشهر الفضيل على طريقتهم الخاصة في سهرات رمضانية تحيي التراث المصري الأصيل. علي فتحي، النيل للأخبار.